أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. الشرق الأوسط، تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء في درنة وأعلان حالة الطوارئ بالمناطق المنكوبة. الغارديان، زلزال المغرب يعرض تعليم الفتيات للخطر. وفي وول ستريت جورنال، عدو أوكرانيا القادم في ساحة المعركة الطقس السيء. بينما يمر الوقت على الفيضانات الكارثية في مدينة درنة الليبية والتي أسفرت عن فقدان الآلاف من الأرواح، يتضاءل الأمل تدريجياً في العثور على ناجين. صحيفة الشرق الأوسط تناولت الموضوع تحت عنوان ليبيا، تضاءل الأمل بالعثور على أحياء وأعلان حالة الطوارئ بالمناطق المنكوبة. قالت الصحيفة إنه بعد 6 أيام على الفيضانات العنيفة التي اجتاحت مدينة درنة في شرق ليبيا والتي تسببت بمقتل آلاف الأشخاص، يتضاءل الأمل تدريجياً في العثور على أحياء. في غضون ذلك، أعلن مدير مركز مكافحة الأمراض حالة الطوارئ الصحية لمدة عام في المناطق المنكوبة بالسيول في شرق البلاد. ونقلت عن أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان قوله إن إجراءات احترازية سوف يبدأ تفعيلها، وأن السلطات قد تلجأ لعزل المناطق المتضررة عن مدينة درنة خوفا من انتشار الأوبئة. ونفذت السلطات المحلية في مدينة درنة حملة لرش شوارعها بالمبيدات في محاولة لتفادي انتشار الأمراض والأوبئة مع تواصل عمليات انتشال الجثث في المدينة. أوضحت الصحيفة أن المياه الجارفة خلفت وراءها مشهد دمار مخيف، ويبدو كما لو أن زلزالا قويا ضرب جزءا كبيرا من المدينة التي كانت قبل الكارثة تنبض بالحياة والحركة. وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا. وقد أعطى وزراء في حكومة الشرق أرقاما غير متطابقة، لكن في آخر حصيلة لهم أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الشرق بأن أكثر من 3800 شخص قضوا في الفيضانات، أما المفقودون فبالآلاف وفق مصادر عدة بينها الصليب الأحمر الدولي. للنقاش ينضم إلينا من درنة محمد اللافي الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. سيد محمد، بداية، لماذا شهدنا كل هذه الفوضى في التعامل مع الكارثة طوال الأيام السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. نترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الكارثة الإنسانية التي حلت بمدينة درنة. نسأل الله العلي القدير أن ينجي من ينجي من المفقودين، وأن يشفي جرحى، وأن يلملم شمل الدولة الليبية، ويبعث كل مكروه ما بين أبناء طبعاً الأمة الواحدة. ربي كريمة. طبعا أتى السؤال، عفوا عيدي علي السؤال. يعني أسألك عن كل هذه الفوضى وعدم التنسيق التي شهدناها في الأيام السابقة، إن كان خلال عمليات الإغاثة، إيصال المساعدات وغيرها. نعم، هو أمر طبيعي، يعني السبب أن الانقسام السياسي في الدولة الليبية، لا توجد مؤسسات حقيقية في هذه الدولة، الكل يرمي بالمسؤولية على الطرف الآخر، وبقى المواطن الدرناوي ضائعا ما بين هذه المسؤولية، والتي تتحمل كل من هو في المشهد السياسي والخدمي لهذه المدينة المسؤولية كاملة حيال ما حصل لأبناء هذه المدينة الآمنة المستقرة، والتي توصف بأنها مدينة الأزهار والياسمين ومدينة الفن والثقافة. وهو أمر أيضا يبدو طبيعيا من ناحية أن هذا الإحصار الذي اجتاح المدينة اجتاح منطقة جغرافية لأكثر من 10 كيلو، يعني ابتداء من السد جنوب مدينة درنة وحتى الشواطئ دلتا المدينة بالقرب من ميناء المدينة، إضافة إلى التخوم الجانبية للوادي، دخل هذا الفيضان لأكثر من كيلو على الضفة الغربية والضفة الشرقية، وأصبح الأمر أشبه بالمستحيل، حيث أن هذا الطوفان قسم المدينة إلى قسمين، قسم شرقي وقسم غربي، باعتبار أن الوادي كان
انجرف، وكان سببا ايضا في سقوط اكثر من 6 جسور داخل المدينه. اختي كريمه، اريد ان ارسل رساله من خلال منبر قناتكم الكريمه، وهو ان الشتاء قائم الان، والسد وهو العنصر الاساسي في هذه الفوضى وهذه الكارثه التي حلت المدينه غير موجود، والامطار ونحن مقبلين على فصل الشتاء الامطار ستاتي وبكثافه، ويبدو الدوله لم تتفق حتى الان بمساله حلحله اشكال السد وتفادي كارثه اخرى. نحن في ليبيا وفي الاداره المحليه نعم أشكرك من درنا محمد اللافي الكاتب والباحث السياسي، يبدو أننا فقدنا الاتصال معك. لسنوات عديدة كان من الواضح أن السدود التي تحمي مدينة درنا معرضة لخطر الانهيار، وقد شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة على مدى عقود من الزمن، كما أدى تغير المناخ إلى جعل الأراضي أكثر جفافاً وأقل قدرة على امتصاص المياه بكفاءة، ما أدى إلى تفاقم مخاطر الفيضانات. صحيفة نيويورك تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان التحذيرات الخطيرة بشأن سدود ليبيا ذهبت أدراج الرياح. قالت الصحيفة إن الخبراء الأكاديميين حذروا من أن الأمر لا يحتاج عاصفة كارثية لتدمير السدود، حيث نشر عبد الونيس عاشور المهندس الهيدرولوكي نشر بحثاً في عام 2022 يسلط الضوء على مدى تعرض درنا للفيضانات، وأكد أن نوعية العواصف التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة يمكن أن تتسبب في تدمير السدود وغرق المدينة، لكن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح. أوضحت الصحيفة أن العاصفة القوية الأخيرة تسببت في حدوث فيضانات هائلة أحدثت شروخاً في كلا السدين، ما أدى إلى عواقب مدمرة على مدينة درنا. وأعرب الدكتور عاشور عن أسفه لتجاهل الحكومة للتحذيرات المتكررة بما في ذلك بحثه الخاص، وانتقد الحكومة بسبب فسادها واقتطالها السياسي بدلاً من معالجة قضايا البنية التحتية الحيوية. وبحسب الصحيفة تم بناء السدود المعنية في أواخر السبعينيات من قبل مهندسين قللوا من تقدير أنماط هطول الأمطار في المنطقة. علاوة على ذلك أدى التصحر إلى تغير التضاريس، ما أدى إلى تقليل قدرتها على امتصاص الجريان السطحي للمياه. وأفاد مسؤولون محليون بأن السدود تلقت الحد الأدنى من الصيانة منذ بنائها، بينما حصل بحث الدكتور عاشور على موافقة خبير في الولايات المتحدة والذي سلط الضوء على التصميم الهيدرولوجي غير الكافي للسدود كعامل رئيسي يسهم في فشلها. للنقاش ينضم إلينا من طرابلس محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك عبر شاشة الغد سيد محمد. إلى أي مدى يمكن أو إلى أي مدى تشبه هذه الكارثة التي حصلت في ليبيا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد، تسمعونا؟ صباح الخير، نعم أسمعني. كنت أسألك يعني إلى أي مدى وجوه التشابه بين هذه الكارثة وبين الوضع بشكل عام في ليبيا، يعني هذه الكارثة التي قسمت درنا إلى منطقتين، هذا الفساد، الإهمال الذي تبعناه، سوء التنسيق الذي تبعناه، إلى أي مدى يشبه الوضع المتأزم سياسيا؟ أجدد لك التحية والصباح مرة أخرى. طبعا بكل تأكيد دائما في الفترة الماضية كنا نتحدث بشكل واضح بأن الأزمة في ليبيا هي أزمة سياسية بامتياز. هناك أزمات تحدث، أزمات أمنية، أزمات اقتصادية، واليوم هناك كارثة طبيعية قدر الله أن تأتي إلى ليبيا. هذا كل التعامل مع هذه الأزمات التي تحدث لا تتم بالصورة الصحيحة والمطلوبة، بحكم أنه الأزمة السياسية أزمة شرعية موجودة، لأن هذه الأجسام التنفيذية والتشريعية لا تتعامل مع ليبيا ومع مواطنيها بأنهم يعني يستحقوا أن نخدمهم ويستحقوا فعلا أن نبذل ما يمكن لإسعادهم، بقدر ما هو الهم الرئيسي
لنخبة السلطة أو ساسة الأمر الواقع كما توصف بشكل دقيق. هدفهم الرئيسي هو البقاء في السلطة، عقد صفقات سياسية مشبوهة، طيب، وربما حتى الدخول في صراعات عسكرية مستمرة. هذا فيما يخص الداخل وبالتالي الليبي. نعم تفضل نعم تفضل. وبالتالي نرى المشاهد، نرى المشاهد كما يعني نراها للأسف الشديد. طيب سيد محمد، يعني اليوم ما حدث في هذه الكارثة. نعم تفضل سيدتي. هذا ما يخص الداخل الليبي، ماذا عن الهبة الدولية؟ هل يعني وصلت المساعدات، بدأت بالوصول يوم السبت، هل تأخرت برأيكم ولماذا؟ كيف تقيمون الهبة الدولية والمساعدات الخارجية؟ لأنه قدرات ليبيا غير كافية لتحمل آثار هذه الكارثة المهولة. في عجالة أكمل حديثي السابق حتى يفهم تفضل كلامي في سياق تفضل. صحيح. بالنسبة للتعامل الليبي، سواء هو مقسوم على جزئين، القسم الرسمي متمثل في الحكومتين إلى حد ما يمكن أن يوصف بأنه مقبول، يعني في إطار هذه الكارثة، في جانب رد الفعل وليس الإعداد للكارثة كردود أفعال بعد الكارثة يمكن أن تقبل، لكن ما قبل ذلك سيئة للغاية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الإغاثة الشعبية وردود الشعبية. حقيقة اللحمة الوطنية التي شاهدناها وتدفق القوافل، تلو القوافل لحد اللحظة ساعات، يعني لا زالت القوافل تذهب من غرب وجنوب ليبيا إلى المناطق المنكوبة في الشرق، وهذا الأمر أعتقد أنه يعني كان كافيا بأن نعلن منذ اليوم الأول بأن ليبيا لا تحتاج لا غذاء ولا دواء ولا ماء ولا شيء. نحن نحتاج من الدول التي أعلنت وأبدت استعدادها لدعم ليبيا دعمنا في مسألة فرق الإنقاذ، باعتبار أن فرق الإنقاذ الليبية ليست مدربة تدريب كافي للتعامل مع هذه الأحداث، لسنا يعني معتادين على هذه الطوارئ، وأيضا مسألة المعدات اللوجستية لا يملكونها بشكل واضح، وبالتالي كانت في فرق الإنقاذ الدولية عندما دخلت إلى ليبيا وردا على سؤالك يعني تأثير طيب في مسألة الإنقاذ. تأخرت للأسف الشديد، كانت هناك حالة صعوبة بالغة في وصول فرق الإنقاذ نتيجة لأنه كان هناك طريق واحد فقط يؤدي إلى درنة، وكانت الرياح قوية بحيث أن المروحيات العسكرية لا تستطيع أن تذهب إلى درنة عبر الجو، وأيضا كانت السواحل ليست مستقرة بحيث أنه تكون هناك طرق عبر البحر. لكن ما أن دخلت فرق الإنقاذ نحو مدينة درنة شهدنا ارتفاع في وتيرة إنقاذ الضحايا، وهذا الأمر بكل تأكيد سوف يعني يعطي مؤشر وسوف يعطي أمل لأهالي المفقودين بأنه ربما مفقودينهم لا زالوا على قيد الحياة. نعم، أشكرك من طرابلس محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. تقوم منظمة تدير منازل داخلية لدعم الفتيات في جبال الأطلس المعزولة في سعيهن للحصول على التعليم بتقييم حالة المرافق المتاحة بشكل عاجل. صحيفة الغارديان تناولت الموضوع تحت عنوان زلزال المغرب يعرض تعليم الفتيات للخطر. قالت الصحيفة إن الزلزال الذي ضرب منطقة جبال الأطلس تسبب في أضرار جسيمة لمكاتب جمعية خيرية لتعليم الفتيات تسمى التعليم لكل المغرب، حيث كان الموظفون حاضرين في ذلك الوقت. بحسب الصحيفة فقد فقدت العديد من الفتيات اللواتي تدعمهن المؤسسة الخيرية أفرادا من أسرهن ومنازلهن بسبب الزلزال، مشيرة إلى أن المؤسسة الخيرية تدير 6 منازل داخلية للفتيات في منطقة الأطلس وتقع جميعها بالقرب من مركز الزلزال. ذكرت الصحيفة أن المنظمة لا تزال تبحث عما يقرب من ثلث مجموع طلابها، أي حوالي 250 فتاة، حيث يوجد بعض الطلاب في مناطق مثل طلعة يعقوب التي يصعب الوصول إليها بسبب الأضرار الناجمة عن الزلزال. ويبذل برنامج التعليم لكل المغرب قصارى جهده للوصول إلى هؤلاء الفتيات وتقييم حالتهن. أوضحت الصحيفة أنه تم إنشاء هذا البرنامج لضمان حصول الفتيات على التعليم في مناطق الأطلس النائية حيث يصعب الوصول إلى المباني المدرسية. تقوم المنظمة حالياً بتقييم حالة المدارس في منطقة الأطلس واستكشاف خيارات التعليم البديلة بما في ذلك التعلم عبر الإنترنت من الخيام لضمان قدرة الفتيات على مواصلة تعليمهن على الرغم من كل الدمار الذي سببه الزلزال.
مع قرب انتهاء فصل الصيف تضع الأمطار الغزيرة والبرد القارس تحديات أمام القوات الأوكرانية لإحراز تقدم خلال الهجوم المضاد الذي تشنه ضد القوات الروسية. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت هذا الموضوع تحت عنوان عدو أوكرانيا القادم في ساحة المعركة الطقس السيء. قالت الصحيفة إنه بالنسبة للجنود الأوكرانيين الذين يكافحون من أجل إحراز تقدم ضد القوات الروسية المتحصنة أصبح الهجوم المضاد حاسماً بشكل متزايد مع تحول موسم الصيف إلى ساعات نهار أقصر وهطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج. أوضحت الصحيفة أن البرد القارس ليس غريباً على القوات الأوكرانية والروسية حيث تحمل كلا الطرفين قسوة الحرب خلال فصلي شتاء سابقين، وبالتالي فإن القوات البرية من كلا الجانبين لا تميل إلى الانسحاب من ساحة المعركة في المستقبل المنظور. رغم ذلك فقد نوهت الصحيفة إلى أن الأمطار الغزيرة المستمرة يمكن أن تؤدي إلى تدهور حالات الطرق، في حين يمكن أن يؤدي الطقس الجليدي إلى تعقيدات في المهام الأساسية بدءا من تحميل قذائف المدفعية إلى الضغط على الزناد. وبحسب الصحيفة فإن أحد المخاوف هو أن الهجوم الأوكراني العنيف على الدفاعات الروسية يمكن أن يؤدي في النهاية إلى اختراق لا تستطيع معداتها المدرعة الثقيلة استغلاله بسرعة، لأن التضاريس موحلة أو ثلجية للغاية. خلال زيارته إلى أقصى شرق روسيا قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتفقد قاذفات روسية ذات قدرة نووية وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وسفينة حربية متقدمة. مجلة بوليتيكو تناولت الزيارة تحت عنوان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد قاذفات روسية وسفينة حربية خلال زيارة إلى أقصى شرق روسيا. قالت المجلة إنه عند وصول قطاره إلى مدينة أرتيوم توجه كيم إلى مطار بالقرب من فلاديفوستوك، حيث قدم له وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وأفراد عسكريون رفيعو المستوى نظرة عن قرب على القاذفات الاستراتيجية الروسية والطائرات الأخرى. أفادت المجلة أن جميع الطائرات الحربية الروسية التي عرضت على كيم كانت من بين الأنواع التي شهدت استخداماً نشطاً في الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك قاذفات القنابل من طراز TU-160 وTU-22 والتي أطلقت بانتظام صواريخ كروز. بحسب المجلة سافر كيم وشويغو بعد ذلك إلى فلاديفوستوك، حيث تفقدا الفرقاطة الأدميرال شابوشنيكوف وطلع قائد البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يمفينوف أطلع كيم على قدرات السفينة وأسلحتها والتي تشمل صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز كاليبر التي تطلقها السفن الحربية الروسية بانتظام على الأهداف في أوكرانيا. ترى المجلة أن زيارات كيم إلى المواقع العسكرية والتكنولوجية هذا الأسبوع ربما تشير إلى ما يريده من روسيا مقابل توريد الذخائر لروسيا لتعزيز مواردها المتضائلة في الصراع الأوكراني الذي طال أمده. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا تدرس إنهاء محاولتها الطويلة الأمد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. صحيفة الاندبندنت تناولت الموضوع تحت عنوان إردوغان يقول أن تركيا قد تنفصل عن الاتحاد الأوروبي. قالت الصحيفة أن إردوغان قد أدلى بهذا التصريح قبل مغادرته لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما يشير إلى أن تصرفات الاتحاد الأوروبي تدفع تركيا في هذا الاتجاه. بحسب الصحيفة فقد اتهم إردوغان الاتحاد الأوروبي بالعمل بنشاط على قطع العلاقات مع تركيا، وأعرب عن مخاوفه بشأن اتجاه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والتي توترت منذ بعض الوقت. شدد الرئيس التركي على أن بلاده ستقيم الوضع بعناية، وإذا لزم الأمر ستتخذ خطوة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا القرار استجابة للتطورات الأخيرة بما في ذلك التقرير الذي اعتمده البرلمان الأوروبي.
وفق الصحيفة، كان البرلمان الأوروبي قد صرح في وقت سابق بأن عملية انضمام تركيا لا يمكن أن تستمر في ظل الظروف الحالية، وبدلاً من ذلك دعا الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف إطار موازن وواقعي لعلاقته مع تركيا. يواجه تطبيق تيك توك عقوبة كبيرة في أوروبا بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال عندما سمح بالوصول غير المقيد إلى المحتوى الذي ينشره المراهقون. مجلة بوليتيكو تناولت هذا الموضوع تحت عنوان غرامة على تيك توك ب 345 مليون يورو بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال. قالت المجلة إن لجنة حماية البيانات الأيرلندية فرضت غرامة قدرها 345 مليون يورو على تطبيق تيك توك لانتهاكه اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي بسبب فشل التطبيق في حماية المعلومات الشخصية للأطفال وتعرض المستخدمين دون سن 13 لمخاطر محتملة. وفقاً للمجلة، لم يقم تطبيق تيك توك بتقييم المخاطر المرتبطة بوصول المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً إلى منصته بشكل كاف، حيث كان هذا الفشل في حماية المستخدمين الأصغر سناً مشكلة رئيسية حددتها لجنة حماية البيانات الأيرلندية. ذكرت المجلة أن الهيئة التنظيمية اكتشفت أن تيك توك يشجع المراهقين على نشر حساباتهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، حيث تم العثور على استراتيجيات تصميم خادعة والمعروفة باسم الأنماط المظلمة لتضليل المستخدمين ودفعهم إلى مشاركة محتوى عام أكثر. أكدت المجلة أن تيك توك فشل أيضاً في أن يشرح للمراهقين بشكل مناسب العواقب المحتملة لنشر محتواهم وحساباتهم للعامة، وكان هذا الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بإعدادات الخصوصية مصدر قلق أبرزته لجنة حماية البيانات الأيرلندية. وإلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.